تحت شعار هنا نصلي معا تنطلق في أكتوبر المقبل الدورة الخامسة لملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي يبث رسائل محبة وسلام من سيناء إلى العالم أجمع. الملتقى ينعقد بمشاركة ممثلين للأوقاف والكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية بالإضافة إلى 40 سفيرا من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشباب. سانت كاترين إحدى أهم مدن محافظة جنوب سيناء، لها مكانة متميزة في قلوب أصحاب الديانات المختلفة، فبها يقع دير سانت كاترين وجبل موسى الذي يعد واحدا من أهم 6 مواقع تراثية مسجلة على قائمة التراث العالمي. وكعادتها كل عام تستعد مدينة سانت كاترين لاستقبال السفراء العرب والأجانب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من وكالات الأنباء من مختلف دول العالم للمشاركة في الملتقى الخامس لتسامح الأديان. وقد عقد مؤتمر صحفي بمشاركة الوزارات المختلفة ومحافظة جنوب سيناء للإعلان عن تفاصيل الملتقى. الملتقى يأتي في دور مصر الريادي في حمل الخطاب الديني الوسطي السامح. المؤتمر رسالة سلام للعالم كله من أرض السلام، من سيناء، من سانت كاترين. المؤتمر هذا العام يتطور تطور كبير في أنشطته، هناك مشاركة دولية واسعة بإذن الله تعالى. ملتقى تسامح الأديان الذي نجح في أن يتحول من ملتقى محلي إلى ملتقى دولي يعمل على ترسيخ فكرة التسامح الديني ويبعث برسالة أمن وسلام من مدينة سانت كاترين قلب سيناء النابض إلى العالم أجمع. الكنيسة الإنجيلية مشتركة معنا، الكنيسة الأرثوذكسية مشتركة معنا، داعيين ناس من الخارج، اليونانيين موجودين معنا. طبعا الغرض من الملتقى دوت هي رسالة للعالم على تسامح الأديان. تسامح الأديان. يعني احنا هنصلي وهنزور الدير وهنقعد مع بعض وهنتحرك، والدير بنفسه بيحتوي جامع، وفي الشجرة المباركة، وفي المكان اللي سيدنا موسى كلم فيه ربنا. إذن فمدينة سانت كاترين تستعد لاستقبال ملتقى تسامح الأديان الدولي لتبعث برسالة من مصر أرض الحضارات ومهد الأديان، رسالة حب وسلام للعالم أجمع تدعوهم فيها لنبذ العنف والتطرف، وليوجه المشاركون في الملتقى تحية إعزاز وتقدير لحماة الوطن رجال القوات المسلحة والشرطة. لمياء موافي، التلفزيون المصري.